كما أوضح السيد أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان عضو اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة أن البرنامج طموح ومتفائل وجيد لكنه يفتقر إلى آلية تنفيذ بعض المحاور. وأضاف أبو العلا أن لجنة دراسة برنامج الحكومة وجهت بعض الملحوظات على محور بناء الإنسان كالاهتمام بقصور الثقافة والهيئات التعليمية. البرنامج طموح جدا جيد جدا الا ان هو يفتقد شويه اليات وشويه مدد زمنيه لهذا البرنامج الطموح، نتعشم ان يتم كما كتب، لكن محتاج متابعه الحقيقه ومحتاج اليه تنفيذ تبقى واضحه. شرفت ان اكون عضوا في اللجنه الفرعيه المكونه لدراسه محور بناء الانسان. المحور ده في منتهى الاهميه، بيتناول التعليم والصحه والاعلام والثقافه والشباب والرياضه. المحاور في بعض الملاحظات اعطت، اهمها الاهتمام بالتعليم التعليم الفني وربطه بسوق العمل، الاهتمام ببيوت الثقافة وفتحها والتنسيق مع الدفاع المدني لفتح البيوت المغلقة وقصور الثقافة المغلقة، الحفاظ على هوية المواطن المصري ثقافيا، عودة القوى الناعمة المصرية وعودة ريادتها مرة أخرى. مهم قوي بالنسبة للصحة، اتكلمنا على التأمين الصحي وكيفية تنفيذه، متابعته، الجدول الزمني، إنشاء الهيئات الثلاثة.